إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الرباط. متابعينا وكيف ما كتشاهدوا معنا حضور جماهيري كبير للمقابلة اللي غادي تجمع اليوم، مقابلة النهائية اللي تجمع ما بين المنتخب الوطني المغربي للفوتسال أمام المنتخب الأنغولي. متابعينا الكرام، في نهائي كأس أفريقيا للفوتسال اللي منظمة بلادنا، حنا كتشاهدوا جماهير كبيرة اليوم جات من أجل مساندة أسود الأطلس. متابعينا الكرام، بمدينة الرباط بالأمير، بالمركب الأمير مولاي عبد الله. متابعينا الكرام، هذه الصالة الرائعة العالمية بمواصفات عالمية. متابعينا الكرام، اليوم أبناء الإطار الوطني السيد هشام تكيك على موعد مع كتابة التاريخ مرة أخرى. أكيد أنهم هذا المنتخب اللي رجع الثقة الجماهير المغربية. متابعينا الكرام، بعد النكسة اللي كانت ديال المنتخب الوطني كرة القدم بالكوت ديفوار، اليوم ها هما أسود الصلاة يحققون المبتغى إن شاء الله بعد وصولهم للنهائي كأس إفريقيا اللي منظمة بلادنا، وكذلك بعد وصولهم لي ولضمان مقعد بكأس العالم في أوزباكستان. متابعينا الكرام، اليوم على موعد للظفر بالنهائي إن شاء الله، كل التوفيق إن شاء الله لأسودنا. أكيد متابعينا الكرام، في هذه المقابلة اللي ما غاديش تكون سهلة أمام منتخب أنغولي اللي كنا تفوقنا عليه خلال الجولة الأولى لهذه المنافسات الإفريقية، واللي كانت مقابلة صعيبة ماشي سهلة. إذا متابعينا الكرام، الجماهير المغربية تلبي النداء وبكل فئاتها العمرية، اليوم تؤتت مركب الأمير مولاي عبد الله. متابعينا الكرام، صور أكثر من رائعة لأطفال وشباب وشابات ورجال ونساء حاملين العلم الوطني الغالي لمؤازرة أسود الأطلس. متابعينا الكرام، إذا متابعينا الكرام، من المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله تقريبا في هذه اللحظات انطلقت المقابلة ولكن المقابلة ديال المنتخب الليبي أمام المنتخب المصري، مباراة الترتيب، حين أنه إن شاء الله مع الثمانية غادي تكون انطلاق ديال المقابلة ديال المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب الأنغولي. متابعينا الكرام، غادي ننتقلوا بكم لداخل القاعة متابعينا الكرام من أجل نقل الأجواء من داخل الصالة للجمهور المغربي. تبارك الله عليكم، إلى اللقاء.